يا مساء النور، يا رب تكونوا كامل بخير. واليوم راح يكون الفيديو 5 قواعد ولا أساسيات اللي لازم علينا أن نتبعهم ونراعيهم لضمان روتين عناية ناجح، بالتالي نتحصل على النتيجة المرجوة من المنتجات اللي رانا نستخدموها. أول وأهم قاعدة اللي هي اختيار منتجات عناية مناسبة. كلمة المناسبة حطوا عليها خط أحمر، لأنه راح يتفرعوا منها 2 نقاط جوهرية: اختيار منتجات عناية مناسبة لنوع بشرتنا، اختيار منتجات عناية مناسبة لحالة بشرتنا. كاين فرق بين الاثنين. النقطة الأولى اللي هي اختيار منتجات عناية مناسبة لنوع بشرتنا، دايما نقول لكم اختيار منتجات ما لازمش يكون عشوائي. على بالي الأغلب ما يعرفوش يحدوا نوع بشرتهم، فيلتجؤوا لاستخدام منتجات عناية تكون صالحة لكل أنواع البشرة، مش بالضرورة راح تناسبك. ولهنا على بالنا كاين 4 أنواع بشرة: بشرة عادية، بشرة جافة، بشرة مختلطة، وبشرة دهنية. وأكيد لكل نوع بشرة منتجات مخصصة وتكون مناسبة لها. نروح للنقطة الثانية اللي هي اختيار منتجات العناية على حسب حالة بشرتنا، يجيب المرتبة الثانية لكن لا تقل أهمية عن نقطة تحديد نوع بشرتنا. لما نقول حالة بشرتنا تكون مصاحبة لنوع البشرة، مثلا بشرة حساسة، أنا ما نشوفش أنها نوع بشرة خاص، نشوف أنها حالة. علاش؟ لأنه قادرة تكون بشرة جافة وحساسة، قادرة تكون بشرة دهنية حساسة، قادرة تكون بشرة عادية وحساسة. نفس الشيء بشرة عادية ويكون فيها حبوب، بشرة مختلطة يكون فيها حبوب وهي رايحة. حالة بشرتنا ممكن تتغير عكس نوع بشرتنا، اللي نزيدو به نبقاو به. ممكن التغيرات على حسب الظروف اللي تكون محيطة بنا تأثر على نوع بشرتنا. لما مثلا وحدة تقولك أنا بشرتي مختلطة، في الصيف تكون مائلة أنها تكون دهنية، وفي الشتاء تكون مائلة أنها تكون جافة. وأكيد كاين تغيرات على حسب النظام الغذائي، المناخ، المحيط، الستريس، الحالة النفسية، الأدوية اللي تكوني تاكليها، ممكن مرأة مع الحمل، الرضاعة، كامل هذه التغيرات تأثر وتغير لك في حالة بشرتك. ممكن تخرج لك حبوب، يخرج لك نمش، تصبغات، بقع داكنة، هذه اللي نحكو عليها اللي هي حالة البشرة. لهنا اختيارك للمنتج يكون مناسب لنوع بشرتك ومناسب لحل المشكلة اللي تغيرت في البشرة تاعك. القاعدة الثانية اللي لازم علينا نراعيها في اختيار المنتجات وهي الترتيب الصحيح للمنتجات. دوكا كي جبتي وشريتي منتجات، مبدئيا لازم عليك تعرفي ترتيبهم الصحيح. لو نحكيو على روتين بسيط، وانا دائما نشجعكم لاتباع روتين بسيط اللي يكون ترتيبه كالاتي: غسول، بعد سيروم، بعد كريم مرطب، بعد واقي شمس. لو تتبعي برك هذه 4 منتجات ويكونوا مناسبين لك، صدقيني راح تتحصلي على روتين ناجح. اما اذا كان روتين العناية الخاص بك، خلينا نقولوا اكثر تعقيد، يعني فيه اكثر من 4 منتجات اللي ذكرتها، مثلا غسول وبعد استخدمتي تونر يجي مباشرة بعد الغسول. بالنسبة للسيروم، السيروم اذا كنت تستخدمي سيروم واحد اكيد راح يكون بعد التونر. اذا كان اكثر من سيروم، طبقي قاعدة الاخف الى الاثقل، اكيد موراه الكريم المرطب، بعده واقي الشمس. ثالث قاعدة واللي تقول خلي روتينك اليومي للعناية ببشرتك بسيط. وصدقوني هي نصيحة نعطيها لكم، مش برك في هذا الخصوص، نعينا بالبشرة في حياتنا ككل. حاولي تعتمدي سياسة التقليل في المنتجات وبعد على المبالغة. لو مثلا تستخدمي 4 منتجات ولا 5 منتجات، دايما خمي في نقطة مهمة: المنتجات هذه هل هي تناسب متطلبات بشرتي ولا لا؟ هل هي أساسية ولا ثانوية؟ راح تقللي من مصاريف العناية بالبشرة. والنقطة الثانية، راح تحتفظي في الوقت اللي تحتاجيه خاصة في الفترة الصباحية. صدقوني لو تكثري من منتجات أكيد راح تملي وراح تقولي خليني كاعتهم لي نقطة العناية بالبشرة. ونعود نرجع لنقطة متطلبات بشرتنا. أنتي تشوفي وجهك في المرايا، وش تحتاج البشرة تاعي؟ البشرة تاعي تحتاج تنظيف، يعني راح نحتاج غسول. بشرتي تحتاج ترطيب، ترطيب يكون بسيروم ويكون بكريم مرطب، ولا ممكن كريم مرطب يغنيك على كل شيء. النقطة الثالثة، حماية البشرة، وش نحتاج؟ نحتاج واقي شمس. النقطة الرابعة، تقشير البشرة مهم. علاش؟ لأنه تراكم طبقات الجلد الميت شكل طبقة عازلة تحت فعالية المنتجات. علاش تعطل؟ لأنه هذيك التراكم يخلق هذيك الطبقة من جلد الميت وتخلي المنتجات ما تدخلش، ما تتشربهاش البشرة، ما تتغلغلش لداخل أعماق، وبالتالي ما راحش تكون استفادة تامة. القاعدة الرابعة اللي اجتهدت واختصرتها لكم في هذا العبارة حتى تترسخ في ذهنكم: الوقت المناسب، الكمية الصح، والطريقة الصح. حفظتوها؟
الوقت المناسب، الكمية الصح، والطريقة الصح. ضروري تعرفي وتقراي مليح طريقة ولا الوقت المناسب لاستخدامها. كاين منتجات ما يصحش بالأساس تستخدميها وتتعرضي للشمس ولا حتى تتعرضي للضوء، راح يعطيك نتيجة عكسية. أما بخصوص الكمية المناسبة ولا أنا نسكتو شوية، لو نقول واقي شمس، كاين بنات تقولك أنا مع الغلاء خليني نقطة صغيرة ونوزعها على كامل وجهي. هنايا نقول لك وكأنك ما كيش ديري بالأساس. علاش؟ لأنه الكمية الصحيحة والمطلوبة في باقي الشمس هي بالتقريب مقدار إصبعين، يعني 2 ملاعق شاي. صح، توزعيها على كامل وجهك والمفروض ثاني نجدوها بعد ساعتين. حكينا على الوقت الصح والكمية الصح، نحكيه على طريقة الصح. طريقة الصح في استخدام منتجات العناية ثاني من أهم النقاط والقواعد اللي لازم علينا راعيوها. مثلا لو حكينا على نياسيناميد، قلنا نقطتين لقطرتين تكفي، وزعيها بحطيها بين زوج أصابع مثلا السبابة والوسطى، وبعد جيبي السبابة والوسطى في اليدين، روحي ضغطي على ذيك الكمية، وبعدها بالطبطبة نحاول نحطها على الجبين، الذقن والخدود. وخامس قاعدة اللي لازم علينا نراعيها، بصراحة حاولت نجتهد ما لقيتش عنوان مناسب، هذه هي بشرتي وهذا هو المنتج. قبل ما نستخدم أي منتج لأول مرة ما فوتوش نقطة مهمة اللي هي إجراء اختبار حساسية، يعني حطي كمية من منتج على بقعة صغيرة من الخد تاعك ولا على ذراعك، شوفي هل بشرة تاعك تحسست منه، هل دير لك تهيج، هل دير لك حكة، هل البشرة فيها احمرار ولا لا، ولا هنا تتأكدي بعد تحكمي بعد 24 ساعة عندك الصبر وتشوفي. وفي هذا الصدد ما يفوتنيش نحكي على واحدة النقطة مهمة وهي نصيحة، مع عمرك تدخلي أكثر من منتج جديد على بشرتك، مثلا عندك 2 منتجات 3 منتجات، لو تدخليها في فترة واحدة مثلا في نفس الأسبوع راح يصعب عليك تحديد ومعرفة وش هو المنتج بينهم هذو 2 ولا بينهم هذو 3 اللي ما تناسبش مع البشرة تاعك. نقطة ثانية أخرى، عرفي أنه كاين بعض المنتجات ما عمرها تتلاقى مع بعضها، يعني خلينا نسميهم منتجات عدوة، مثلا سيرام معين ما يتناسبش مع ذاك المنتج، فلهنا راكي تهلكي في البشرة تاعك. عرفي أنه هذا المنتج ما يتعرضش مع هذا المنتج. راح نعطيكم حوصلة تجارب في كامل منتجات العناية، ما كانش منتج ماجيك، منتج سحري، هي كلها شعارات تسويقية لغير، ما كانش منتج يعطيك نتيجة فورية، كل منتج عنده وقت اللي راح تشوفي النتيجة بتاعه، أكيد تختلف من شخص للتاني. النتيجة اللي ممكن يعطيها لهذا المنتج ما هيش نفسها اللي يعطيها لك انتي، النتيجة اللي قادرة تكون مرضية بالنسبة لك وكان ناسبك نفس المنتج مع أنه عندنا نفس البشرة قادر ما يناسبنيش أنا. وحتى وتراعي كامل هذه القواعد الخمس اللي حكيت عليها لازم عليك تتحلي بالصبر. وثاني حاجة، ما عمرك لا تحكمي على نجاح ولا فشل منتج إلا بعد ما تجربيه المدة الكافية وتتأكدي قبل إذا كان المنتج الخاص بك هو أصلي ولا مقلد. وفي الأخير نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الهدف بتاع القناة هو أن نعطيه معلومات للمبتدئات، وإن شاء الله ربي يعطينا على قيس نيتنا. وهذه هي، تهلاو في روحكم، السلام عليكم.